إن الإمام معين في جوانحنا، في كل عرق لنا ذكراه تنتشر. نظل ننتظر المهدي ما خفقت فينا القلوب، وبعد الموت ننتظر. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أراد التوكل على الله فليحب أهل بيتي، ومن أراد أن ينجو من عذاب القبر فليحب أهل بيتي، ومن أراد الحكمة فليحب أهل بيتي، فوالله ما أحبهم أحد إلا ربح في الدنيا والآخرة. كلمة في رحاب حب العترة الطاهرة، كلمة في حب في كلمة في رحاب حب العترة الطاهرة يلقيها على مسامعنا فضيلة الشيخ شاكر الفرجان، فليتفضل محفوفا بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. السلام عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته. قال الله في محكم كتابه وجليل خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. من المسائل التي وقع فيها الخلاف والاختلاف بعد رحلة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله هي مسألة الإمامة. في بيان حقيقتها وفي موارد تطبيقها، في بداية الدعوة الإسلامية بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله تحولت هذه المسألة إلى مثار تكثر بين المسلمين على شكل فرق وتيارات، ثم التقت الأمة الإسلامية كلها على النقطة نفسها. بدأوها باختلاف وختموها بحقيقة لا مفر منها التف المجموع عليها، هي إمامة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، حقيقة ثابتة لا تقبل الشك والترديد، ضرورة من ضرورات الإسلام، وكانت في بداية الدعوة مورد خلاف واختلاف بين أفراد الأمة الإسلامية، اختلفوا عليها في فهمها وفي مورد تطبيقها. ولما أن بلغت المسألة إلى نهاية المطاف
والبشرية كلها محتاجة إلى من ينقذها مما هي غارقة فيه. اتفق المسلمون قبل غيرهم في أن المنقذ الوحيد للبشرية كلها هو الإمام المنتظر. إذن الإمامة حقيقة لا يمكن الفرار منها، وضرورة إسلامية يجمع عليها المسلمون وإن اختلفوا في مبدئها. هذه الحقيقة هي ممر العبور لتحديد مصير الإنسان وبيان خريطة الطريق التي يسلكها ليبلغ سعادته في الدنيا والآخرة. يروي الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. الشباب خلي يلتفتوا للمسألة، المسألة حادة وخطيرة. يعني النبي صلى الله عليه وآله لما جاء يحمل على يديه دعوة الخلاص للبشرية وهم ليل نهار ينادونه بالصادق الأمين، فوجدوا من هذه الدعوة ما يهدد مصالحهم وما يسحب البساط من تحت أقدامهم، قلبوا كل شيء فأصبح الكذاب والشاعر والساحر وكل أنواع النعوت السيئة وصفوا بها النبي صلى الله عليه وآله. وهكذا كلما كانت الدعوة والمشروع يمثل وجودا قويا حاضرا في حياة الناس يغير مجرى التفكير والسلوك، معنى ذلك أن التحديات صعبة وأن الأساليب التي تستهدف هذا المشروع لن تتوقف وستدخل في فنون متنوعة من أجل حرف الناس ومن أجل إسقاط ما في أذهانهم من أمور عقدية يؤمنون بها. الإمامة مسألة جد مهمة، مفتاح مغاليق لكثير من الأمور في حياتنا. يقول الفضيل ابن يسار: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل: ويوم ندعو كل أناس بإمامهم، فقال: يا فضيل، أعرف إمامك، هذا يوم مصيري، يوم القيامة ما راح يرجعونا، ما يعطونا خيار. إذا بلغنا ذلك اليوم لا خيار لنا أن نختار أي طريق، انتهى فترة الامتحان والابتلاء والاختيار. كل هذه الدنيا أنت وصلت إلى نقطة يتحدد فيها المصير، يقول لذاك اليوم اللي الله سبحانه وتعالى يدعو كل أناس بإمامهم، قال له: أول خطوة حتى تتشبث بأذيال إمامك أعرف إمامك، فإنك إذا عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر سياق. الإمامة أكبر من أن تكون منصب سياسي، منصب السياسي يحصرها يقتلها يخنقها. شوفوا علي بن أبي طالب أمير المؤمنين سيد الوصيين يمتد بامتداد التاريخ، عين النباع بالفكر بالعطاء، ما حصر كرسي سياسة بأنه الخليفة بلا فصل بعد النبي صلى الله عليه وآله، ما جلس على كرسي الخلافة. ثم لما جاءته الخلافة في الترقيم الخليفة الرابع لم يغير من علي شيء. الإمامة حقيقة واقعة تعيش في فكرنا وفي سلوكنا،
ما لها ارتباط، هذا جزء من وظيفة الإمام أن يكون حاكما. أكو وظيفة أخرى أكبر من هذا، الوظيفة التشريعية، يعني من يرسم لنا خريطة الطريق إلى الوصول إلى الله. في القرآن الكريم في كل يوم نقرأ هذه السورة الفاتحة ونقرأ هذه الآية اهدنا الصراط المستقيم، في التفسير بالمأثور الصراط المستقيم هو ولاية علي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. معرفة الإمام هي المفتاح الرئيس لبلوغ الغاية. أعرف إمامك، فإنك إذا عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر سيان. المسألة ما ترتبط بالتقدم والتأخر، مسألة أن الإمامة الوظيفة الثالثة إضافة إلى وظيفة الخلافة حكم ووظيفة التشريع هي الوظيفة التكوينية، بأن الأرض لا تخلو من حجة، وتعبير الروايات بأنها لا تخلو من حجة، لو خلت الأرض من حجة لساخت الأرض بما فيها، نحمل على ظاهرها ما لم تقم قرينة. ظاهر الآية تقول تسيخ، تسيخ يعني صير بها خسف بالأرض، يعني بي أثر تكويني، وجود الإمام كوجود الأكسجين الذي نتنفسه في الحياة، ما نقدر نعيش بدونه. الدنيا لو ما بها أكسجين الناس تموت، حياتنا متوقفة على هذا الأمر. كذلك الإمام وجوده عصب حياة لنا، تعبير مجاري الفيض، لولاك لما خلقت الأفلاك، هاي الوجود كله ببركة محمد وآل محمد. يقول فإنك إذا عرفت إمامك لم يضرك تقدم هذا أو تقدم هذا أو تأخر، أو تقدم أو تأخر. ومن عرف إمامه ثم مات، أنا مت على معرفة إمامي، ومن عرف إمامه ثم مات قبل أن يقوم صاحب هذا الأمر، أي ولي نعمتنا الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، كان بمنزلة من كان قاعدا في عسكره، لا بل بمنزلة من قعد تحت لوائه. وعن أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه، عن آبائه، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال فيه، أي في هذا اليوم يوم القيامة، فيه يعني يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فيه يدعى كل أناس بإمام زمانهم وكتاب ربهم وسنة نبيهم. وعن مولانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال ألا تحمدون الله؟ إذا كان يوم القيامة فدعا كل قوم إلى من يتولونه، يعني الله سبحانه وتعالى يدعو الناس كل واحد مع من يتولاه، ودعانا أي أهل البيت، ودعانا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وفزعتم. يعني شفتون الوضع مريب، النبي يتقدم باللواء، ينادون على أهل البيت، الأئمة يلتفون حول النبي، يقول إحنا وياكم، إحنا كل هالدنيا طلقناها، تحملنا كل هاي التعب والشقاء من أجلكم، من أجل محبتكم، وفزعتم إلينا فإلى أين ترون يذهب بكم. يقول هاي الظرف، وهذا أهم
نقطة في حياتنا، ولاءنا، تشبثنا، محبتنا. في رواية أخرى يقول في يوم القيامة الله سبحانه وتعالى يأمر النبي صلى الله عليه وآله بدخول الجنة، فيتشبث بأذياله علي. علي يتشبث بأذيال النبي والنبي رايح الجنة، فتلتفت الشيعة لعلي، يا علي، أو علي إلى النبي، فيقول للنبي: يا رسول الله وشيعتي، وهذولين اللي تأذوا من أجلي، وهذولين تعبوا من أجلي، وشيعتك تتشبث بأذيالك. إحنا نمسك بأذيال أمير المؤمنين. يقول: إذا كان يوم القيامة لا تحمدون الله، إذا كان يوم القيامة فدعا كل قوم إلى من يتولونه، ودعانا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، وفزعتم إلينا، فإلى أين ترون يذهب بكم؟ إلى الإمام الصادق ثلاث مرات كان: إلى الجنة ورب الكعبة، إلى الجنة ورب الكعبة، إلى الجنة ورب الكعبة. أساس القاعدة التي على أساسها نرتبط بأئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، وبالخصوص بولي نعمتنا وصاحب زماننا الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، هو اعترافنا بإمامته. يعني تحول المسألة إلى مسألة عقدية تفصل بين الحق والباطل. من مات ولم، وهذا حديث مو عندنا بس، عد الفريقين ومروي عن النبي صلى الله عليه وآله: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. ميتة جاهلية يعني شو؟ لا يعبد وثنا ولا يعبد صنما، إنما هي ميتة الشرك والضلالة. يعني معرفة الإمام هي مفتاح الطريق في الدعاء الذي علمه الإمام الصادق لأتباعه: اللهم عرفني نفسك، فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني نبيك، فإنك إن لم تعرفني نبيك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك شي يصير بي؟ ضللت عن ديني. هذا الضلال المبين والبعد عن طريق الحق. الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه يقول: إنما يعرف الله عز وجل ويعبده من عرف الله وعرف إمامه. اللي يعرف الله ويعبد الله لازم يعرف الله ويعرف من؟ يعرف الإمام. من مات ولم يعرف إمام زمانه يعني لم يعرف الله سبحانه وتعالى. إنما يعرف الله عز وجل ويعبده من عرف الله وعرف إمامه منا أهل البيت. الإمام من أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. ومن لا يعرف الله عز وجل ولا يعرف الإمام منا أهل البيت فإنما يعرف ويعبد غير الله، يتوهم أنه متوجه إلى الله. وطريق واحد. القرآن الكريم في كل ما ورد يتحدث عن صراط مستقيم واحد. سبل تتعدد السبل، أما الصراط المستقيم صراط واحد وحدده القرآن الكريم، وورد في التفسير بالمأثور أنه صراط علي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم. فأنا لما أسلك أي طريق وأدعي بأنه يوصلني إلى الله، أنت تتوهم أنك ذاهب إلى الله. إمام الباقر
يقول: من لا يعرف الله عز وجل ولا يعرف الإمام منا، عنده معرفة بالله يدعيها لكنه لا يعرف الإمام منا أهل البيت، فإنما يعرف ويعبد غير الله. هكذا هكذا يقول الإمام: هكذا والله ضلالا. هذا ضلال. ويقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: وأدنى معرفة الإمام، شلون أعرف الإمام؟ أدنى درجة في معرفة الإمام أنه عدل النبي إلا درجة النبوة، نبوة يختص بها النبي، إمام ما عنده نبوة، إنه عدل النبي إلا درجة النبوة ووارثه، وأن طاعته أي طاعة الإمام طاعة الله وطاعة رسوله والتسليم له في كل أمر والرد إليه والأخذ بقوله. ويعلم أن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بلا فصل علي بن أبي طالب، ثم ذكر الإمام الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم إماما بعد إمام. أذكر هاي الرواية وأنهي كلامي، انتهى. عندنا روايتين، رواية تقول: كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي أو أمن عذابي. رواية ثانية تقول: ولاية علي بن أبي طالب حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي أو أمن عذابي. الله عنده كم حصن يلجأ له اللاجئون، حصن واحد. الرواية تتحدث عن حصنين، حصن تعلق بكلمة لا إله إلا الله، والآخر تعلق بولاية علي بن أبي طالب. أي الحصنين ألجأ إليهما؟ الحصنان حصن واحد، إنما مفتاح الحصن الإلهي الكبير هو ولاية علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. إذن علاقتنا بالأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، خصوصا بمولانا الإمام الحجة صاحب العصر والزمان، مبنية على أساس المعرفة التي ذكرنا أدنى درجات معرفة الإمام على أقل التقادير: الطاعة والانصياع التام لإمامته صلوات الله وسلامه عليه، بمعنى أن يكون حاضرا وناظرا في أفكارنا وفي سلوكنا، لا نجعل بيننا وبين الإمام مسافة بعيدة نعبر عنه بالغائب. وأنت كل ما تعاملت مع شخصية الإمام على أنه الإمام الغائب، يعني مو حاضر في سلوكي، مو حاضر في تفكيري، هو غائب شخصه، أما وجوده المبارك ينتشر علينا. احنا اش كثر من مصيبة حلت علينا، اش كثر من بلاء، اش كثر من الألم يعتصر قلوبنا، لمن نفزع؟ يا صاحب الزمان أدركني، لولا نظرته الرحيمة ودعاؤه الدائم لنا لنزل بنا من البلاء ما لا نطيقه. خلي يكون الإمام دائم الحضور عندنا حتى نستشعر وجود الإمام في فكرنا وسلوكنا. نسأل الله سبحانه وتعالى ينبهنا وإياكم من نومة الغافلين، وأن يثبت أقدامنا وإياكم على ولاية أمير المؤمنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نشكر فضيلة الشيخ شاكر الفرجان على كلمته القيمة التي نور بها قلوبنا، ونتمنى له كل التوفيق.